قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال زعم قوم أنهم يحبون الله فامتحنهم الله بهذه الآية فاتبعوني، أي من كان يزعم محبة الله ويقول أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله آية وعلامة ودليل هذه المحبة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ده الدين الذي ارتضاه الله لنا وأتمه وأكمله لنا. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ولم يخنها صلى الله عليه وسلم، ونقلها لنا صحابته الكرام واستنوا بسنته واتبعوا أمره. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوا هؤلاء الصحابة الكرام، ربنا قال الإسلام والرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه يكون للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ساروا على دربهم وساروا على طريقتهم ولم يحدثوا شيئا ولم يعبدوا الله إلا بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بذلك رسول الله عز وجل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة والطريقة الحسنة والسنة الحسنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بافتراق الأمة واختلافها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف الحاصل اليوم، الطرق المختلفة اليوم، الأحزاب الكثيرة اليوم، الجماعات المتشتتة اليوم. قال فسيرى اختلافا كثيرا، فإلى ماذا أرشدنا صلى الله عليه وسلم؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها، بهذه السنة، وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحابه، وإياكم ومحدثات الأمور. المحدثات شنو؟ شيء جديد في الدين، شيء ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم يرتضيه، ده المحدثة، شيء ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما شرعوا في دين الله عز وجل. كما قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم في الدين، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدين هو ما أذن به الله، وإذن الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، أي الأشياء التي لم يأمر بها الله ولم يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة. كل محدثة، كل شيء جديد ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون فهو بدعة. وكل بدعة، كل، وكل دي لفظة عموم، لأنه في ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة في صحيح مسلم في منبره يوم الجمعة. تجد في صحيح مسلم في كتاب الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ناس يقولوا في بدعة حسنة، والرسول يقول كل بدعة ضلالة، وده حديث في مسلم والترمذي وابو داود وغيره. كل
الليلة وقلنا يا جماعة في المسجد ديل كلكم عنده مثلا هدية، في واحد يقدر يقول لي يا أخو أنت ما معانا؟ أنت ما خاشي في الهدية دي؟ لا، أنت بترد علي بتقول لي الزول ده قال كل الناس. فكل دي لفظة عموم في لغة العرب وإلى اليوم عند الناس، لما نقول كل معناتها لفظة لعموم الناس. قال وكل محدثة، أي كل المحدثات فهي بدع، وكل بدعة أي كل البدع فهي ضلالات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا، عمل ليس عليه أمرنا، أي أنا ما أمرت به، ليس عليه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد. كلامنا ده كله ليش نو جاي للاحتفال بالمولد، هذا الاحتفال الذي لم يأمر به الله في كتابه. وين قال احتفلوا؟ ولم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولم يفعله الصحابة رسول الله الكرام. أبو بكر، يا أخي أبو بكر في الغار، قال في الغار قال فسد جميع أي حفرة في الغار سدها إلا حفرة واحدة لم يجد أن يسدها بشيء، فوضع فيها رجله حتى لدغ، حتى يتقرص من خطة كراعه دي. شوف حب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العظيم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حكم وما احتفل. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحدث هذا الاحتفال ولم يحتفل. جاء أبو عثمان وعلي الذي من آل بيته صلى الله عليه وسلم ولم يحتفلوا، وانقضى الصحابة كلهم ولم يحتفل فيهم أحد بالمولد، كذلك بما فيهم أمهات المؤمنين زوجات النبي. أنت بتحبوا أكثر من عائشة، أكثر من أم سلمة وصفية وزينب وغيرهن من زوجاته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، واحدة فيهن احتفلت معه. فهل هؤلاء الأخيار الذين قال فيهم رسول الله خير الناس أحسن الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثلاثة قرون ديل بالترتيب، الثلاثة قرون ديل لقاي سنة 300 جات ما في احتفال بالمولد أبدا، فلو كان فيه خير لسبقنا إليه الأوائل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو ليس بخير أبدا، بل هو من المحدثات. والرسول قال عن أي محدثة هي ضلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه معظم وموقر ويجب على المسلم تعظيمه وتوقيره وحبه، لكن على طريقته هو صلى الله عليه وسلم باتباع شرعه. إذا كنت تحبه حقا وصدقا فعليك أن تتبع ولا تبتدع في دينه ولا تزيد في دينه. إنت معناته بتقول إنه في حاجة خير، وإي زول بيسوي المولد بيقول المولد خير، بتقول إنه في خير الرسول ما أمر به، وبتقول معنى كلامك إنه في خير والصحابة ما سووه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عند البخاري ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد في المسند يقول ما تركت خيرا، يعني قال ما في خير، ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، يعني لو كان في خير أكان بر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبقنا إليه سابقون إلى الخيرات صحابته الكرام. فالمولد عمله ليس بخير، بل هو محدثة وهو من البدع وهو مشاق لرسول الله، شيء لم يفعله الرسول والصحابة. قال تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، الصحابة الكرام هؤلاء هم المؤمنون، قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالمولد
هو من مشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الزيادة في شرعه، ومن الزيادة في دينه، ومن ومخالفة لطريقة أصحابه صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى عن من يشاقق رسوله ويخالف صحابته الكرام، قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذا تحظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وحبه يكون باتباع أوامره وترك نواهيه، وأعظم أوامره صلى الله عليه وسلم توحيد. انت بتمش تحتفل مع ناس بيقولوا افضل قصائد، يقول لك فيها شنو؟ يقول يا خاطف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال: ان من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ده البصيري في البرده قال: من علم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما امره الله عز وجل: قل إني لا أملك لكم نبعا ولا ضرا ولا أعلم الغيب، أو قال الله تعالى عذرا: قل إني لا أملك لكم نبعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب. قال: أنا ما بعلم الغيب، لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والجارية لمن مدحته قالت له، قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، بيعرف بكرة في شنو، بكرة القريبة دي، مش الغيب كله. قال لها: لا تقولي هذا، كما في صحيح الإمام مسلم: فالغيب حق الله براه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وحده، لا يعلم أحد معه أيا كان. البكرة دي النبي قال ما بيعرفها، فكيف أنت تذكر بشيء ما بيرضاه، بل أرسل ليحاربه. ويقول لك: أحمد يا حبيبي سلام عليك، يا مسكي وطيبي سلام عليك، كلام طيب. أحمد يا محمد سلام عليك، يا غافر الذنوب سلام عليك، يا كاشف الكروب سلام عليك. يا جماعة، اللي بيغفر الذنوب منه؟ وما يغفر الذنوب إلا الله. ده ما حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق نتبعه ونحبه ونطيعه، لكن غفران الذنب حق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر، قال: إني لا أستغفر الله في المجلس أكثر من 70 مرة. النبي بيستغفر الله برا، وده حق الله وحده، واللي بيكشف الكروبات منه. ربنا عز وجل يقول: قل الله ينجيكم، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الله هو الذي ينجي من كل الكروب، فكشف الكروب ده حق الله، شالوا الدنيا للرسول صلى الله عليه وسلم. هل ربنا بيرضى ده؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى هذا؟ وما أرسل إلا لتحقيق العبادة لله، إلا لتحقيق العبادة لله. يقول الله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه، منه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يسأل في إله بيكشف الكروب، في إله بيجيب المضطر، أإله مع الله. الصوفية قالوا: نعم، الرسول مع الله. وده أعظم شرك وأعظم مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القائل لابن عباس وقاعد فيه وراء ود عمه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يربط المخلوقين بخالقهم جل وعز. هذا، وجزاكم الله خير، وأعتذر للإطالة، ونقدم أخونا مازن.